الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. معكم عبد الوحيد الهشو، 28 سنه، طالب جامعي وامام مسجد طه الامين بطنجه. والله هو شعور رهيب، يعني هو في نفس الوقت شعور جميل وكذلك شعور يعني لا يوصف، انه يعني بين عامين من الركود وبين عامين من يعني الانقطاع، كترجع يعني للمحراب وكأنه أول مرة، وكذلك بأن القرآن رح ماشي سهل، الناس نلقي عليك قولا ثقيلا، فهاد العامين زادت أثرت في النفس. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. البداية كانت الأول، كنت كنقرأ يعني في المدارس العمومية التعليم العام، توصلت حتى السنة التاسعة إعدادي فانقطعت، مشيت عند الوالدة ديالي جهزها الله عنها الفخير، قلت لها إن هذه هي آخر عام إن شاء الله اللي غادي ندرس في التعليم العمومي، غادي نرجع إن شاء الله للقرآن. فكانت الموافقة منها والتشجيع، قلت لي مزيانة وليدي ماشي مشكل، حتى القرآن راه هو الخير الكبير. انصرفنا من التعليم العام الى المسيد، بديت يعني البدايه من المسيد، دوزت تما ما تيسر حفظت القران، فمن تما انطلقت للتعليم العتيق، من تما المرحله الجامعيه. كنت جالس يعني ما كانش عندي فكره انه يعني غادي نشارط ولا غادي نكون يعني كما يطلق يعني بالشرط، يعني نكون في الامام في شي مسجد ولا، ما كانش عندي فكره. سنه 2018 يعني 5 سنوات دابا داز. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء جاني اتصال من عند الصديق هذا، قال لي واش كاين واحد المسجد واش تكون امام فيه. قلت له على حسب،
يعني عجبني المسجد، غادي نجلس ما عجبني شي غير يلا. وين فجيت المسجد، يعني شفت المسجد وقع ارتياح وقع يعني القبول في النفس، فقلت له صافي تبارك الله ان شاء الله ربما نقدر ان شاء الله نكون امام فيه. ف يسر الله في هذا المسجد هذا، والله إلا إقبال الناس، إقبالهم على كلام الله وإقبالهم على الاستمتاع بتلاوته. أما يعني الأشخاص فهم عابرون، يعني أنا واحد آخر واحد آخر، تبارك الله راه مدينة طنجرة عامرة بالأصوات، لكن الحمد لله كنلقاو يعني قبول من عند الناس، وكنلقاو يعني إقبال من عند الناس، وهذا يعني لحسن نياتهم وحسن يعني وصفاء سريرتهم وصفاء قلوبهم. فالله يوفقنا وإياهم لفعل الخير. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا القرآن كما يقول الله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما، فهو يعني إمداد وليس فضل واحد، فهو تفضيل. من بين التفضيل أنك حامل لكتاب الله، هذا أكبر تفضيل. كذلك أنك يعني لك وسام بين الناس، لك تمييز، لك فرق بين الناس، يعني ماشي كسائر الناس. حامل القرآن يشار عليك، فلان حامل كتاب الله، فطوبى لمن احتفظ بهذه الإشارة ويعني وخلها يعني صافية، وخلها إن شاء الله لوجه الله حتى يلقى عند ربي. رسالة ديال الشباب اللي كيرغبوا في حفظ كتاب الله، إنهم فقط نية، هذا هو المنطلق. اللي كيرغب في حفظ كتاب الله عليه بالنية الصادقة، إن شاء الله أكيد 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 أنه غادي ينال. فإن لم يعني ينال الكل، ينال البعض، واللي ما نالش البعض ينال النصف، واللي ما نالش النصف ربما ينال الكل. تطل هي النية، النية هي الموصلة إلى العمل. اللي كيصلي في رمضان نصحو أنا بواحد النصيحة، ما يخليش الانقطاع ديالو مع الله، لأن الصلاة هي صلة وهو الحبل الموصول بينك وبين الله. يخلي بينه وبين الله ذاك الصلة، بحال واحد اللاسلكي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تخلي الحبل موصول. فإن انقطعتي يعني صليتي في رمضان انقطعتي كأنك ما صليتيش في رمضان، ها؟ لكن إذا تبعتي ذاك الصلاة ربما يمحى لك ما قبلها، تبقى هيداك، تبقى إن شاء الله موصول إلى آخر عمرك. كذلك صلاة القيام أحسن الإنسان يداوم عليها يعني في رمضان من غير رمضان، لأن لا تنحل الفراش ولا تنحل العقد إلا بصلاة القيام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلا بد من نيل المقام المحمود إلا بالتهجد به في الثلث الأخير من الليل. الشباب الله يهدينا ويهديهم، الله يرد بينا وبهم، الله يسلم يعني شكون ياخذ بيديهم الى طريق الحق. لان الشباب اليوم محتاج حاجه واحده، هو الاخذ باليد، موجودوش شكون ياخذ بيدهم الى طريق الحق. اما الشباب الحمد لله في غيره وفي حماس، وحنا شفنا الحمد لله في رمضان يعني الاقبال كان من الشباب تبارك الله كثير، جميع المساجد، جميع الميادين، جميع يعني الخير
كيسولك هذا الشباب هو السباق، يعني خصنا ناخذوا بيديهم هاد الشباب هادو ما نهرهمش. يعني اذا جا مثلا شفتي شاب مثلا الله يتجاوز علينا وعليه في الطريق ماشي هي هذيك، ما تبخلش عليه بشي نصيحة. الناس اللي كيحبونا والناس اللي كيقدرونا والناس اللي يشوفوا فينا يعني القدوة، الله لا يحشمنا، الله يجعل يعني المحبة ديالنا وديالهم خالصة لوجه الله، وما يجعلش فيها غل، وما يجعلش فيها حقد، وما يجعلش فيها يعني مصالح أو يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الله يجازيهم على النية ديالهم، الله يجازيهم كذلك على التعاون ديالهم يعني معنا في المجهودات ديالهم في رمضان. يعني على الإنسان يعني كتجي وتجر يعني واقف راك واقف في الصف، راك تحس زي يعني كل نهار واقف معك في الصف، يا يعني إما الصف الأول يا يعني إما الصف الثاني، يا إما كيزيدك أنت اجتهاد. فشكرا لهم جميعا. الرسالة ديالي هي رسالة شكر وامتنان وتقدير للأمة الإسلامية جمعاء والشعب المغربي، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان وأن يبلغنا العيد بسلام. وكنشكر يعني الأصدقاء اللي هما يعني يوقفوا معنا يعني لا في الطريق يعني الدراسية، ولا اللي هما واقفين معنا دابا، واللي هما كذلك كنشكر الوزارة الوصية، وكنشكر يعني جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على يعني مجهوداته الجبارة في رفع هذا الكتاب. الحمد لله راه دابا ربما حملت القرآن راه وصلوا راه هما الأول عالميا في المغرب، وهذا يعود الفضل إلى المجهودات الجبارة التي يقدمها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.